المباراة في المستوى، ربما جوج كرات اللي المثال في الأخير، جوج ديال الكرات اللي ممكن نعتبو عليهم، كرة في الشوط الأول اللي كانت خطأ في الصالح ديالنا وكانت كرة ملعوبة، ورجعنا الكرة وكنا غاديين في هجوم اللي كان ممكن أنه يشكل خطورة على الفريق الرجاء، صفر خطأ، كان ممكن يكون غلط، بالتالي تسالفنا. الشوط الثاني تنظن الكرة اللي كانت اللاعب ديالو في الفريق الرجاء حدا المربع وكان خلى فيها ما عرفتش شنو كان قال خلافة لابون ديالو كشافو هذا هو جوج ديال الكوار اللي تجينا عليهم الحكم تاع الخطا كان المباراة في المستوى ربما جوج كرات اللي المثال في الاخير جوج ديال الكرات اللي ممكن نعتبو عليهم كرة في الشوط الاول اللي كانت خطا في الصالح ديالنا وكانت كرة ملعوبة رجعنا الكرة وكنا غاديين في هجوم اللي كان ممكن انه يشكل خطورة على الفريق الرجاء صفر خطا كان ممكن يكون غلط بالتالي تسالفنا في الشوط الثاني تنظن الكرة اللي كانت اللاعب ديالو اللي في الفريق الرجاء حدا المربع وكان خلى فيها ما عرفتش شنو كان قال خلافة لابون ديالو كشافو هذا هو جوج ديال الكوار اللي تجينا عليهم الحكم تاع ربما جوج كرات اللي المثال في الاخير جوج ديال الكرات اللي ممكن نعتبو عليهم كره في الشوط الاول اللي كانت خطا في الصالح ديالنا وكانت كره ملعوبه رجعنا الكره وكنا غاديين في هجوم اللي كان ممكن انه يشكل خطوره على الفريق الرجاء صفر خطا كان ممكن يكون غلط بالتالي تسالفنا في الشوط الثاني تنظن الكره اللي كانت اللاعب ديالو اللي في الفريق الرجاء حدا المربع وكان خلى فيها ما عرفتش شنو كان قال خلافة لابون ديالو كشافو هذا هو جوج ديال الكوار اللي تجينا عليهم الحكم تاع الخطا ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.